السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديوهات جديدة، في فيديوهات حلوة فيها ومضحكة، وفي فيديوهات خطرة جدا. فتعالوا إن شاء الله هنشوف معنا أول فيديو. الفيديو ده عن الصين، المنتجات بتاعتها تمام. والصين كل يوم بتصنع حاجة يعني غريبة. ده سرير مصنوع من فايبر أو من حاجات تانية مختلفة الله أعلم بيها. يعني بصراحة تحفة، حاجات تحفة يعني. وعمل السرير ها ونعم. معانا الفيديو التاني مضحك. شخص يعني بيجرب فكرة الله أعلم هو عمل ايه. الشحن بتاعه أي شحن فولت، حوالي 5 فولت، 9 فولت، ده بالكتير 5 فولت، 3 فولت. الشخص ده خلى التليفون ياخد 220 فولت، وزي ما شايفين اهو الأوضة. معانا الفيديو التالت. الفيديو ده سبحان الله، يعني الفيديو ده تصوير بجد، يعني مش فوتوشوب. في عربية سريعة ها. العربية الأولانية لما عدت المنحدر بعد الكوبري جت على العربية تاني سبحان الله، والعربية التانية عدت المستوى التاني فجت على العربية تاني زي ما شايفينها. هنعيدها تاني ومفيش أي إصابة ولا أي حاجة سبحان الله. الفيديو الرابع، في ناس أدت حياتها للخطر، بالعكس مش أدت حياتها للخطر، ده هي أصلا يعني ربنا يرحمها. واحد شخص ده بيراود التمساح، مش عارف بيعمل له ايه، عايز يمسك التمساح عليه. فسبحان الله يعني مش هينفع انا اعرضكم الصورة بعدين. وفي وحدة ها، في بنت بتاخد صورة والتمسيح تحتيها، فبرضه بتجازف نفسي يعني. فمش عارف يعني مش هقدر اعرضكم بعدين سبحان الله. فندعو له بالرحمة بقى.